بسمة بن سعود بن عبد العزيز آل سعود، مواليد الأول من مارس عام 1964، هي كاتبة وناشطة إعلامية سعودية في مجال حقوق الإنسان، ولها رؤية خاصة بالشأن العربي وتفاعلاته مع الشأن الدولي من النواحي السياسية والاجتماعية والدينية، وتمتلك نظرة ليبرالية، حيث ركزت كامل وقتها وطاقاتها لتسليط الضوء على الأمور الاجتماعية وخلق فهم للتحديات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية وسائر أنحاء البلاد العربية والعالم، وهي ترغب في تبني المملكة لدستور يضمن المساواة بين الجنسين ويحافظ على الحقوق المدنية ويعيد إصلاح قوانين الطلاق، إضافة إلى إلغاء فكرة المحرم. لذلك احتجزت الأميرة بسمة وابنتها سهود لدى محاولتهما مغادرة المملكة إلى سويسرا في مارس عام 2019، مع الإشارة إلى أن الأميرة بسمة شددت حينئذ على أنها في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية، لكن السلطات لم تسمح لطائرتها الخاصة بالإقلاع. وفي يناير 2022 أفرجت الحكومة السعودية عن الأميرة بسمة وابنتها الشريف بعد 3 سنوات من سجنهما دون توجيه الاتهامات لهما. ورغم كل تطلعاتها، كانت الأميرة بسمة هدفاً لأعداء آل سعود، فقد صرحت أن هناك عصابة أرادت ابتزازها وتحويل 500,000 دولار على حساب مصرفي في مصر، وحاول المبتزون تهديدها بمواد مرئية تظهر فيها أمام كاميرا الكمبيوتر الشخصي تدخن دون غطاء على شعرها وتتوجه بقبلة للكاميرا. وقالت بسمة أن تلك المواد سرقت من جهازها الشخصي، غير أنها رفضت الخضوع لهذا الابتزاز واتجهت للحديث إلى وسائل الأعلام. وقالت في تصريحات لصحيفة الساندي تيليجراف: في المملكة العربية السعودية تعد فضيحة أن تظهر المرأة بشعرها أو تدخن، وهذا ما حدث تماماً، فقد شكلت هذه المشاهد رغم بساطتها فضيحة مدوية في أوساط المجتمع السعودي.